عقد زعماء قمة النورماندي مؤتمراً صحفياً في ختام قمتهم في العاصمة الفرنسية باريس والمخصصة لبحث الوضع في أوكرانيا. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته إلى ضرورة تغيير الدستور الأوكراني بشأن دونباس والعمل بشأن تنفيذ العفو العام. من جانبه قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الساعات التي قضيناها في النقاش إنجاز بذاته، وإنما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عمل على إعادة الثقة المتبادلة. بدورها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أن الاجتماع ناقش وقف إطلاق النار وفصل القوات.